بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم حنتكلم عن أحد الأمراض اللي بتصيب جسم الإنسان وهي السفلس. هذا المرض بتسببه بكتيريا اسمها ترابينوما باليديوم، وبتعمل مشاكل وأعراض في أعضاء مختلفة، وبتتحول لسيستماتيك. ممكن تصيب القلب، تصيب الأوعية الدموية، بتصيب الجهاز العصبي زي ما احنا شايفين بالصورة، بتنتقل للأطفال من خلال الحمل من الست أو الأم المصابة لجنة. فطرق الإصابة في طرق له طرق مختلفة. طبعا زي ما ذكرنا كمرض، مرض اللي هو ترابينوما اللي هو السفلس، تسببه هذه البكتيريا ترابينوما باليديوم، وهو سيكشوال ترانسميتد ديزيز، وينتقل من خلال اللي هو التواصل الجنسي. ممكن ينتقل زي ما قلنا للأطفال من خلال اللي هو الكونجينيتال سيفلس، عن طريق اللي هو الولادة، بينتقل من خلال إصابة. أهم الأعراض العامة اللي بتصيب اللي هو الناس المصابين بهذا المرض، بتقسم الأعراض على 4 ستيج مختلفة. الـ4 ستيجز هذه المختلفة عندنا البرايمري ستيج والسكندري والليتنت والتيرشري. طبعا البرايمري هو المرحلة الأولى من المرض، بيظهر فيها تقرحات في الجلد في مناطق يعني مختلفة، من تجويف الفم ومن مناطق الجينيتاليا نفسها بيصير فيها اللي هو الإصابة. وهذه القرحة بيسموها شانكر. هذه القرحة الألسر بتكون يعني في تحدب في الجلد والتهاب، تقرح بداخل الجلد، وهذا بيكونش بيعملش ألم، تحسش بوجع ولا حكي ولا شيء، لكن في تقرح موجود بالمرأة يعني بيقدر يشوفه بعين المجرد. هذه المرحلة تستمر لها يعني لفترات مختلفة، بتبدأ من 10 أيام ل 90 يوم زي ما احنا شايفين بهاي الصورة. هذه هي المرحلة اللي بيكون في هذه الشنكر القرحة اللي احنا بنحكي عنها. طبعا هذه بتستمر زي ما قلنا من الاكسبوجر للانفكشن بهذه البكتيريا من 10 أيام أو 3 أيام ل 90 يوم من الاكسبوجر بتبدأ تظهر هذه القرحة. المرحلة الثانية انه بيبدا هذا الميكروب البكتيريا تنتشر بداخل الجسم وتتحرك، تنتقل لداخل اعضاء الجسم المختلفه، بتصل زي ما قلنا للاوعيه الدمويه، للقلب، للدماغ، للاعصاب بشكل مختلف. المهم المرحله الثانيه بتكون عندي بتصيب فيها اللي هو الجلد، بيظهر عليه طفح جلدي، وبتميز الطفح الجلدي انه بيظهر وين؟ في منطقه نقوعنا اللي هو البالم بتاعت اليد، كفه اليد او راحه اليد، وكذلك اللي هو قاع القدم هو سول اوف فوت. طبعا هذه المرحله بتكون بعد المرحله الاولى من ب4 ل10 اسابيع، من بعد المرحله الاولى اللي هو الانيشال انفكشن من 4 ل10 اسابيع. تستمر هذه الفتره، بتيجي بين هذه الفتره والفتره الثالثه اللي هو التيرشري، هذه الفتره الثالثه بيجي عندي فيها مرحله بنسميها الليتنت ستيج. هذه المرحله مرحلة الليتنت ستيج بيكونش فيها سيبتومز يعني بشكل عام، عشان بسموها ليتنت هي كامنة، وممكن يكون فيها أعراض خفيفة. تمام. بالنسبة للتيرشري ستيج اللي هو المرحلة الأخيرة، بتكون هنا في زي ما قلنا بينتشر هو الميكروب البكتيريا هاي بباقي الجسم، بتصيب اللي هو الجهاز العصبي، بتصيب اللي هو القلب، بتعمل التهابات في عضل القلب والأوعية الدموية وفي الجمز، في اللي هو تجويف الفم، تظهر عندي أعراض اللي هو المشاكل، تقرحات بسبب هذه البكتيريا. طبعا هذه صورة الستيجز المختلفة اللي هو البرايمر ستيج، هاي القرحة تحت الشنكر حكينا عنها. هاي السكندر ستيج، وانه 50% من الحالات بيظهر عندهم هاي الأعراض اللي هو بيكون في عندهم تقرحات بالجلد، بالذات زي ما قلنا في راحة اليد أو قاع القدم. بيصيب زي ما الجهاز العصبي، ممكن يصيب العين، ممكن يصيب الكبد، يعمل التهابات في الكبد والتهابات في الكلى. طبعا الليتنت ستيج قلنا عنه هذه المرحله بتكون في الاغلب الاعراض اختفت، صار بصير كامل، وهي بتكون ما بعد يعني في نهايه السكندر ستيج، ما بينها وبين اللي هو التيرشر ستيج او الليت ستيج اللي هو بصيب الجهاز العصبي، بيعمل عندي اعراض اللي هو بيكون مثلا بحس انه في عنده سخونه مثلا في القدم، في اطراف اصابعه، بتشابه اعراض اللي هو الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. بتصير بعض الناس عندهم اللي هو مع الوقت الكتير ومع الاجهاد ونقص اللي هو هذه الفيتامينات، بحس سخونه في رجليه، في اطراف ايديه،
بكون في عنده نقص هذا الشخص بالفيتامين B12. فهذه الاعراض بتكون مشابهه لان بيكون بيصيب هو هذا الستيج الاخير الجهاز العصبي، بتكون اعراضه مشابهه لاعراض هو نقص اللي هو الفيتامين B12. طبعا هذا الستيج اللي هو الاخير بيكون زي ما قلنا بيصيب الجهاز العصبي والقلب والدوره الدمويه بشكل عام. اليه الدياجنوز اللي هو السيفلس فيها مشكله من ناحيه اللي هو الكلينيكال داتا، بالذات في الايرل ستيج من المرض، يعني بتبدا تظهر الاعراض عند المريض وهو مش عارف ايش السبب تبعها، فبيلجأوا لعمل مع الاعراض اللي كانت موجوده زي الشنكر او اللي هو التقرحات الموجوده بالجلد في راحه اليد او غيره، بيلجأوا لعمل الفحوصات الطبيه. الفحوصات الطبيه يا اما بيشوفوا الميكروب مباشره تحت الميكروسكوب، يعني بشوف هذا اللي هو الميكروب البكتيريا تحت الميكروسكوب بالعين المجرده، وهذا صعب في اغلب الاوقات، او بياخذوا اللي هو بلاد تيست، بيعملوا بلاد تيست، بيعملوا من السيرم بنشوف والله الاجسام المضاده، او بنشوف الانتيجينات تاعت اللي هو البكتيريا هاي. عندنا خيارين. لكن ما زالت اللابراتوري تيست الحاليه نحن بنعملها غير قادره على كشف الستيج او تحديد المرحله اللي هو فيها المريض. المرحله تحدد بالكلينيكال بيكتشر تاعت المريض مع الدايجنوستيك اللي هو الدايجنوستيك الهدف منه تاكيد التشخيص، لكن الكلينيكال بيكتشر هي اللي بتحدد الستيجز المختلفه تاعت اللي هو الحاله اي ستيج. لكن اللابراتوري تيست بتقدرش تميز اي مرحله هو من مراحل الاصابه. بالنسبه للدايجنوستيك طبعا اليه الدايجنوستيك كلابراتوري صعب انه نعمل كلتشر لهذه البكتيريا من ناحيه ما فيش لها ارتفيشال ميديا يزرعوا عليها بشكل كويس، فلذلك بيلجأوا للسيرجيكال تيست، هي افضل الفحوصات المستخدمه للتشخيص والاعتماد عليها في تشخيص اللي هو الحالات. اي شخص بشكوا فيه انه اللي هو عنده سيفلس بيبدوا اول شيء فحوصات بنسميها احنا فحوصات سكريننج اللي هي الماسحه، بنسميها هذه الفحوصات سكريننج تيست. هذه الفحوصات الماسحه هي من تعد من النون ترابينومال اللي هو تيست. قلت الفحوصات السيرولوجي بتقسموا عنا قسمين، فحوصات بنسميها نون ترابينومال تيست وفي عنا ترابينومال تيست. ايش الفرق بين الاثنين؟ هذا من اسمها نون ترابينومال يعني بيبحث عن دلائل غير مباشره بتدلل على وجود المرض اللي هو البكتيريا هاي، بس ما بيعملش فحص للانتي بودي تاعت البكتيريا نفسها او الانتيجينات تاعت البكتيريا نفسها، يعني الانتي بودي اللي بيفحصها او الانتيجينات اللي بيفحصها مش هي تاعت البكتيريا، فلذلك سميت نون ترابينومال تيست. اما الترابينومال تيست احنا بنفحص انتي بودي موجهه ضد هذه البكتيريا اللي هي نفسها ضد البكتيريا ترابينوما باليديوم، او احنا بنفحص انتيجينات من انتيجينات البكتيريا هذه، هل هي موجوده او لا، بالدلاله باستخدام طبعا برضه وجود الانتي بودي تبعها بداخل جسم المريض. فالترابينومال تيست بنفحص فيه اجسام مضاده من اللي هو البكتيريا موجهه ضد البكتيريا، فلذلك سميت ترابينومال تيست. في منهم ثلاث انواع فحوصات يعني اشهرهم معروفات والاكثر استخداما هو هذا الفحص، وهو الاكثر يعد كونفيرماتوري تيست لا اللي هو الترابينومال باليديوم او اللي هو المرض السيفلس. ايش اسم الفحص؟ هو الفلوريسان ترابينومال باليديوم انتي بودي ابزوربشن تيست. بتميز هذا الفحص انه هذه الانتي بودي اللي بيعملوها لعمليه الديتكشن بتكون ليبلد بماده فلوريسان، بيقيسوها وبيتم تشخيص اللي هو الحالات فيها وتاكيد اللي هو الاصابه عند الحالات. لكن زي ما ذكرنا بيتم استخدام الترابينومال تيست مرحلة تانية كونفيرماتوري بعد اللي هو النون ترابينومال تيست، يعني أول شيء بيلجأوا للسكرينج تيست، بعد هيك بيجي بيعملوا هو الكونفيرماتوري تيست. طبعا من الكونفيرماتوري تيست برضه في عندنا الترابينومال باليديوم بارتيكل اجلوتينيشن تيست. هنا بيستخدموا انتيجينات من اللي هي البكتيريا نفسها وبيكشفوا عن وجود الانتي بودي بطريقة تانية برضه مشابهة للأولانية، إنه هل الانتي بودي موجود ولا لا، حيعمل عندي تخثر في داخل هو العين ونشوف عندي الاجلوتينيشن. في فحص الثالث مايكروهيم اجلوتينيشن، هنا بيستخدموا بدل ما كانوا يستخدموا هنا بارتيكل اجسام غريبه من الجلوتين، بعض البروتينات ترتبط مع الانتيجينات تاعت اللي هو البكتيريا هاي وبيعرضوها لسيرم المريض، هنا بيستخدموا بدل ما كانوا يستخدموا هذه الماده الجلوتين بيستخدموا معها هذه ماده اللي هو ماده ثانيه
اللي هو اللي هو البلاد، وبيربط الانتيجينات تحت البكتيريا التربينوم بريديوم عليه. فهذه الانتيجينات المكسر هذا بيحطوه على سيروم المريض، والله سيروم المريض فيه اجسام مضاده ضد الترابينوما بريديوم موجوده، حترتبط معاها ويعمل عندي اجلوتينيشن. مش موجوده مش حيرتبط معها ومش حيصير تخثر، وبيظهر هذا الاجلوتينيشن بالمايكرو هيم اجلوتينيشن ترابينوما بريديوم تيست، بيكون في ولات، هذه الولات بيظهر فيها الاجلوتينيشن على شكل يا اما بيكون هذا الاجلوتينيشن التخثر الموجود، اذا كان في تخثر حيكون عامل شبكة في داخل الول وبكون لونها كلها أحمر. إذا فيش تخثر موجود بداخل الولات حتضل الولة بالصورة هاي اللي هي مبين هيك، وجواتها نقطة حمراء بداخلها مترسب الخلايا كرات الدم الحمراء في أسفلها، لكن لما يصير البروتين حتنتشر وتعبي اللي هو التيوب. هذا دلالة الفحصات، تكون هذه بوزيتيف وهذه بتكون عند اللي هي النيجاتيف. بالنسبة للي هو نون ترابينومال تيست، وقلنا عنه هو أول واحد نعمله اللي هو السكرينينج تيست، وهي الأكثر استخداما، وإحنا اللي اشتغلنا عليه في معملنا كان هو الار بي ار اللي هو رابيد بلازما ريجين تيست. بهذا النون ترابينومال تيست إحنا بنفحص عن أنتيبادي تتكون للمواد اللي ناتجة عن تدمير الخلايا بسبب هذه البكتيريا. يعني البكتيريا لما تنتشر في الأنسجة تحت الجسم بالذات مثلا زي الجلد او الاعضاء الداخليه، بينشا عن لها تدمير للخلايا هي في النسيج اللي عايشه فيه. تدمير الخلايا هذه بينتج منه مواد بسموها لايبوديا الماتيريال، المواد على دهنيه جلايكوبروتين، يعني لايبوبروتين مع اللي هو ليبيدز. هذه الليبيدز واللايبوبروتين الموجوده احنا بتكون جسمنا إلها بعض الحالات بيعمل عندي أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة بتتكون ضدها، هي هذه اللي احنا بنفحصها، هذه الانتيباديز هي احنا هذه احنا اللي بنفحصها. هذه الانتيباديز اللي احنا بنفحصها بنسميها احنا ايش؟ ريجينز، بنسميها ريجينز. الفحوصات اللي بتعتمد على وجود هذه الانتيبادي اسمه، أول فحص فيهم اللي هو الفينرايال ديزيز ريسيرش لابراتوري تيست. طبعا اللابراتوري تيست هنا هذا بيفحص فينريال، مخصوص فيها الامراض بتنتقل بالتواصل او السيكشوال ترانسميتد ديزيز اللي هو التواصل الجنسي، عشان بسموه فينريال. طبعا هذه الفحص بيفحص عن الاجسام المضاده اللي هي موجهه ضد مين؟ ضد اللي هو اللايبوديا الماتيريالز اللي بينتجها جسمنا. الفحص الثاني بنسميه رابيد بلازما ريجين، هذا برضه عباره عن اجسام مضاده تفرز برضه ضد هذا اللي هو اللايبوديا الماتيريال، بس الاختلاف بين الفحصين بطريقه العمل. هنا بنستخدم زي ما احنا شفنا بالفحم، هناك حيكون يعتمد على الاجلوتينيشن، واليه العينات اللي بتعامل معها مختلفه زي ما حنشوف ان شاء الله في الشرح تبعنا. اول واحد من النون ترابينومال تيست زي ما قلنا اللي هو من الفحوصات سكرينينج تيست اللي بتنعمل، هو عباره عن فحص ماكروسكوبيكال، مخصوص في ماكروسكوبيكال انه يرى بالعين المجرده. طبعا هو بيفحص النون ترابينومال، بيعد من النون ترابينومال. ليش لما قلنا نون ترابينومال؟ احنا بندورش على البكتيريا نفسها، احنا بندور على الانتيبادي اللي بتنتج عن نتيجه مواجهه مين؟ الانتيجينات اللي من الخلايا اللي اتدمرت او الانسجه اللي اتدمرت. هذه الانتيجينات اللي اتدمرت اللي هي لايبوديال، قلنا بنسميها لايبوديال ماتيريال، اللي انتجت من الخلايا زي ما قلنا اللي اتدمرت. زي ايش هذه الانتيجينات؟ عندنا لايبوبروتين، وهذا اللايبوبروتين مرتبط مع كارديو، زي مع ممكن يكون مرتبط معه او اللي هو زي كارديو ليبين، هذا بيصير ريليز من اللي هو الترابينومز، الناس المصابين بهذه الترابينوما. طبعا جسمنا بيعمل رده الفعل المناعيه، بيكون الاجسام المضاده سواء كانت اي جي ام او اي جي جي ضد مين؟ ضد هذه المواد اللايبوبروتين والكارديوليبين الموجود بهذه المواد اللي قلنا عنها ناج الليبوديا الماتيريال. طبعا هدول الانتيبادي اللي احنا بنتكلم عنهم هم الريجين، هم اللي احنا بنقول عنهم ريجين. هذا الانتيبادي اللي موجه ضد هذه الليبوديا الماتيريال هم اللي احنا بنسميهم ريجين. طبعا بنشوف اللي هو الاجلوتينيشن على شكل تخثر على الكارد زي ما شفنا احنا بالفحص المختبر. عندنا كان الريجنت الموجود، هذولا هان عندي نيجاتيف كنترول، عينه نيجاتيف وهذه عينه بوزيتيف كنترول.
الريجنت تبعنا كان هذا هو مثلا زي هيك، هذا الريجنت اخذنا منه اذا انتم ذاكرين في المعمل، اخذنا وان دروب من العينه من السيره مع اللي هو الريجنت تبعنا اخذنا منه قديش 20 مايكرو لتر. طبعا الريجنت ايش بيحتوي على، لاحظوا احنا بالسيره من المريض ايش بندور على اجسام مضاده، يا اما اي جي ام يا اما تكون هذه الاجسام المضاده يا اما اي جي ام يا اي جي جي. هذه الاجسام المضاده هي اللي احنا بنفحصها، موجهه ضد مين؟ ضد المفروض في هي بيكون في الجسم ضد مواد اللي احنا حنحطها في الريجنت. الريجنت تبعنا حيكون فيه اللي هو الكارديوليبين مع الليسيثين اللي هو مواد دهنيه والكوليسترول، هذول كلهم الثلاثه مرتبطين مع مين؟ على محملين على الكربون بارتكل اللي هو الفحم، الكربون بارتكل اللي هو هذول اللي احنا الريجنت تبعنا كان لونه اسود تمام، كان يعني سكني، ولما يصير اجلوتينيشن بيصير على سواد. فبنعمل ميكسينج، ناخذ 1 دروب من العينه اللي هو السيرام مع اللي هو الريجنت 20 مايكرون، بنعمل ميكس ونستنى عليه قديش 8 دقائق وهي بتعمل ميكسينج، وبنشوفها طبعا حيحدث عندي اذا كان اللي هو في سيره المريض في هذه الاجسام المضاده حيعمل عندي رياكشن بوزيتيف، حيصير عندي تخثر زي ما انتم شايفين، عباره عن تكتلات صغيره بنشوفها طبعا في الاناره بتكون اوضح، ما فيش رياكشن حيظلوا زي ما هو الريجنت هوموجينس ما فيش اي تخثر. هاي شايفين كيف بوزيتيف، هان انا بوزيتيف وهان عندي بوزيتيف. بالنسبة للي هو الانتربريتيشن الكلام اللي احنا حكيناه، إذا كان في عندي رياكشن يعني في بوزيتيف، في أجسام مضادة موجودة وحتظهر عندي على شكل أجريجيشن أو سمول أو لارج اللي هو تخثرات تجمعات في داخل السايكل نفسها. فيش رياكشن نيجاتيف يعني رياكشن حيكون سموث، فيش لونه على سكني جراي وهوموجينس زي ما قلنا، وفيش أي تخثرات بداخله. العينات اللي بتطلع معي بوزيتيف لازم نحدد لها ايش؟ تايتر. حنعمل لها تخفيف وحنشوف اعلى تخفيف بيظهر عندي التفاعل فيه بوزيتيف، معكوس التخفيف تبعه بيكون هو التايتر تبعي. يعني هنروح نجيب انابيب ونعمل تو فولد مثلا ديليوشن لكل وحده فيهم، او على السلايد مباشره زي ما تعلمنا سابقا على السلايد مباشره، وان دروب حناخذ مثلا في كل دائره وان دروب هنا من العين مع 1 اللي هو 20 مايكرون من الريجن. طبعا هذه بناخذها من وين؟ هذه من السامبل اللي احنا خففناها في تيوب واحد، وزي هيك لكل وحده فيهم، وبنفحص اذا وين اعلى تخفيف اعطى عندي بوزيتيف رياكشن معايا، بيكون حسب الانابيب اللي هو اللي فحصناهم هو عندي بيكون التايتر تبعي. يعني ممكن يكون عندي تيوب 5 مثلا، تيوب 5 بيكون التخفيف عندي هنا 1 على 2، هنا 1 على 4، هنا 1 على 8، هنا 1 على 16، وهان بيكون 1 على 32. فالتخفيف تبعي بيكون عندي ايش؟ 32. فالتايتر اللي انا حصلت عليه اللي هو 32، اللي هو 32 هذا التايتر تاع الحال اللي انا اشتغلت عليها. طبعا ليش بيهمني هذا الكلام؟ بحيث انه المريض لو اخذ علاجات زي ما قلنا نراقب صحة المريض خلال هو العلاج، بيكون بيعمل له مونيتورنج خلال فتره العلاج، اشوف مدى استجابه المريض للعلاج وتاثير هذا العلاج على البكتيريا. من الليميتيشن لهذه الطريقه او السكريننج ميثود اللي بتعتمد على اللي هو وجود هذه الاجسام المضاده ضد هاي الكارديوليبين او اللايبوبروتينز الموجوده، انه هذه البروتينات بتنتج في الجسم وبينشا عنها بعض الامراض عند بعض الحالات. من هذه الامراض اللي هو الاوتو اميون ديزيز زي اللوبس اريثروماتوزز، هذا المرض اللي هو اريثروماتوما اللي هو مرض من امراض اللي هو بتصيب بجسم الانسان اوتو اميون ديزيز. طبعا هو مش عند الكل، بيكون عند الناس اللي عندهم هذه المشكله، هذا الفحص بصير عندهم فولس بوزيتيف. يعني واحد مريض عنده لوبس عنده هذه الاجسام المضاده، هي اجسام مضاده ضد الفسفوليبيد ضد الكارديوليبين، فطبيعي انه الفحص هذا يطلع معي عندي بوزيتيف فيها، فعشان هيك بكون عندي هذا فولس بوزيتيف اللي هو ما بكونش عنده سيفلس، بس هذا المرض بخلي هذا الفحص يطلع معي بوزيتيف. من برضه مشاكل ثانيه
هو مرضى الليمفوما، سرطانات الدم، والمونونيكليوز، ارتفاع كرات الدم البيضاء من نوع اللي هو المونونيكليار سيلز اللي هي زي الماكروفاج، وعندنا الليبروسي الجذام، وبعض الانواع الفيروسات اللي بتصيب بتعمل عندنا النيمونيا والحصبه والسمول بوكس. الناس المطعمين لهذه التطعيمات برضه للسمول بوكس والميسز برضه بتعمل عندي فوس بوزيتيف ريزلت ممكن عند الحالات دول، وكذلك تيوبركلوسز والملاريا والاندوكاردايتس. طبعا هذا الفحص بتاثر بهذه الظروف، فممكن يطلع معي هذا الفحص فولس بوزيتيف، عشان هيك احنا بنحتاج انه احنا هذا الفحص في حال وجود هذه الاعراض او المشاكل هذه ما ينفعش نعمل هذا الفحص لهذه الحالات، لانه لا حيأكد ولا حي. في له ميزات انه يعني بيقدر نعمل ديتكشن للحالات هذه في اللي هو الستيجز سكندري ستيج، بيكون افضل ما احنا نستخدمه في البرايمري ستيج، لانه في جزء كبير من الحالات لو احنا عملنا له في البرايمري سيفلس ستيج الفحص هذا ممكن يطلع معي مش موجود يعني، بس احنا يفضل عمل الفحصات في السكندر ستيج، لانه بكون معظم الحالات بكون هنا الريجين الانتي بادز هذه وصلت البيك تبعتها، وتكون تصل تقريبا اللي هو اكثر من 1 على 32 التيتا تبعها، بكون التيتا تبعها اكثر من 1 على 32. لكن زي ما ذكرنا فحص هذا في البرايمر ستيج او كمان برضو الستيجز المختلفه بعد يعني البرايم ستيج، بيكون هذا الفحص بيكون عندي لسه سنسيتيف. ايش يعني لسه سنسيتيف؟ يعني بيكون ممكن يطلع معي نيجاتيف. طبعا هنا النيجاتيف هو فولس نيجاتيف بسبب انه الاعراض موجوده ممكن تكون، لكن احنا ما بنقدرش نعمل له ديتكشن. بيصير هذا الكلام لانه التايتر بيكون تاع الانتي بادي اقل من 1 على 16، وهذا الكلام موجود في حوالي 80% من الحالات، لانه معظم الحالات بتكون خاضعة في اللي هو بكون يعني بروح براجع عند الدكتور أو بأخذ بعض العلاجات، فهذا حيأثر على تكوين هذه الأجسام المضادة في المراحل الأولى من الإصابة. طبعا كفحصاء هذا الـ RBR test بيختلف، ها نقطة مهمة هذه بس نوضحها، أنه الـ RBR test بيختلف عن فحص الـ FDRL test اللي هو قلنا عنه Venial Disease of اللي هو Terminal Validium Laboratory. هذا الفحص بيختلف عنها انه هذا الفحص بينفعش للعينات اللي هي السباينال فلويد، هذا الفحص بينفعش للعينات تاعت اللي هو السباينال فلويد، يعني بياخذ عين من النخاع الشوكي عشان يشوفوا هذا الميكروب واصل للجهاز العصبي ولا لا المركزي، فبياخذوا بيفحصوا السي اس اف. تمام. ففي الحاله هذه بالنسبه اذا كانت عينه فيها سباينال فلويد بينفعش نعمل ار بي ار، بدنا نعمل له هو اف دي ار ال. تمام. هذا الفحص لازم نعمله FDRL هو فينال ديزيز للتربينوما اللي هو لابيرتي تيست لها، بحيث انه يتم تشخيصها بيستخدموا اللي هو نفس المبدا انه بيدور على الريجين، لكن اللي هو الاختلاف يعني في اختلاف العينه والريجنت المستخدم. طبعا بالنسبه لهذا الفحص بيقيسش الحالات الريسبونس تبعها في اول فتره زي ما حكينا عنه من الاكسبوجر، عشان يقولنا البرايمري ستيج صعب في اول 14 ل 21 يوم من الاصابه او التعرض للاصابه بيكون هذا الفحص عندي اللي هو بيعملش ديتكشن للميور ريسبونس، فعشان هيك يفضل عمل هذا الفحص وين؟ في السكندري ستيج، يفضل عمل هذا الفحص في السكندري ستيج. اي فحص، اخر ملاحظه بدنا نقولها، اي فحص بيطلع معي بوزيتيف ار بي ار تيست لازم اروح اعمل له كونفرميشن. عشان اعمل كونفرميشن لهذا الفحص، لازم ايش اسوي؟ لازم اعمل ترابينومال تيست، اي كونفرميشن لهذا الفحص طلعت العين عندي بوزيتيف بعمل لها كونفرميشن باستخدام اللي هو ترابينومال تيست. الترابينومال تيست منهم انواع مختلفه. افضل فحص لعمل كونفرميشن للحالات اللي هو السيفلس هو الفاتا ابس المقصود فيه فلوريسنت تربينومال انتي بادي ابزوربشن تيست، هذا الفحص هو افضل الفحوصات المستخدمه في عمليه اللي هو الكونفرميشن. طبعا كيف مبدا الفحص؟ بسيط، انه في عندي ماده فلوريسنت ليبل للانتي بادي، بيصير هذه الانتي بادي الليبل بيكون في عندنا بناخذ عينه المريض اللي هو في المرض في المشكله، بنبحث هل عنده موجود اجسام مضاده ضد اللي هو البكتيريا نفسها تاعت الترابينوما ولا لا. تمام. فبعد هيك الترابينوما الفلورسنت
انتي بادي حيصير لها ابزوربشن، وحيتعملها ليبلنج بماده فلورسنت انتي بادي ضد هذيك الانتي بادي. فهيك هذا الفحص بيشوف والله الحالات عندي بوزيتيف او نيجاتيف على حسب وجود هذه الاشاره هي الفلورسنت. بنعمل عمليه كمان كوانتيفيكيشن لها في نفس الوقت، لكن هذا الفحص لا يستخدم في اول مراحل السكرينينج. لا يستخدم هذا الفحص من اجل هو السكرينينج، فيفضل هذا الفحص استخدامه لعمل كونفرميشن للحالات مش لعمل سكرينينج. فلازم يكون اول شيء عاملين سكرينينج وبعديك بنعمل هذا الفحص لعمل اللي هو الكونفرميشن. يعني كمان مره هذا الفحص اللي تعمله سهل وبسيطه، بيكون عندنا العينه السيرم اللي بدي ادور فيها هل موجود عنده انتي بادي ضد البكتيريا ترابينوما باليديوم موجهه لإلها. بيكون في الريجن عندي في هذه الانتيجينات تحت البكتيريا هاي ترابينوما باليديوم. جسم المريض ممكن يكون في عنده اجسام المضاده، هنعملها باللون مثلا الاخضر. هي عندي الاجسام المضاده تحت المريض. بعد هيك بيكون في عندي الريجن اللي هو بيكون ليبلد بالماده الفلوريسنت، مثلا الريجن تبعنا كان هياته هذا الماء الريجن تبعنا اللي هو فيها برضه انتي بادي وليبلد الماده ايش قلنا عنها اللي هي الفلوريسنت. هذه الماده الفلوريسنت بتكون موجوده هنا في نهايته. اذا ارتبط اذا كان عندي موجود اللي هو الانتي بادي موجود ضد البكتيريا هاي قولها مثلا انتيجينات تحت البكتيريا، حيرتبط الانتي بادي الاول اللي احنا بنحكي عنه هان، هذا حيرتبط لعينة المريض. ممكن يكون اي جي ام، ممكن يكون اي جي جي. طبعا هذا الانتي بادي حيرتبط مع انتيجينات اللي هو البكتيريا هي اللي ترابينوما باليديوم اللي هي موجوده هان، بيرتبط معها. بيجي بعدها اللي هو الفلورسنت ترابينوما الانتي بادي بينضاف عليها الليبل، بيجي ضد بيرتبط مع هاي. قديش في موجود انتي بادي موجود من سيرم المريض، بيكون هذا الفلورسنت ارتبط معه وصار يعمل عندي عمليه ديتكشن لإله. الليميتيشن لهذا الفحص انه في بعض الحالات بتطلع معي هذا الفحص فيها نيجاتيف. اذا طلع هذا الفحص نيجاتيف في الاغلب مرتبط مع الحالات اللي هو ما فيش فيه عندهم سيفلس. يعني اذا كان الفحص عندي نيجاتيف تيست في الاغلب هذه الحالات ما فيش عندهم سيفلس، لكن انه في بعض الاستثناءات في بعض الحالات بيعتمد هذا الفحص لتاكيد النتيجه انه الستيج تاع المرض وقتيش انعمل الفحصات. اذا انعمل في الايرلي ستيج البرايمري او التيرشري ستيج هذا الفحص في الاغلب حيعطيك نيجاتيف، تمام؟ فعشان هيك يفضل عمل هذا الفحص اللي هو الفاتا ابستس، بنفضل نعمله في السكندري في الميدل سكندري ستيج، في الميدل سكندري ستيج لانه الديتكشن ليفل تبعته سنسيتيفيتي انه 100%. اي حاله فيها بوزيتيف بياكدها بيطلع مع هذا الفحص عندي بوزيتيف على الاكيد. لكن في احتمال لو كان عندي نيجاتيف هذا الفحص نطلع على الستيج اللي احنا عملنا فيه. اذا كان الستيج تاع المريض حسب الاعراض تبعته اللي بتحدد الاعراض هل هو برايمري ستيج او اللي هو تيرشري ستيج، هذا النيجاتيف تيست حيكون مشكوك فيه، ممكن الحاله تكون ما بتدللش على وضع الحاله. فعشان هيك احنا بنعتمد بالفحوصات اول شيء نعمل عمليه سكريننج تيست باستخدام اف دي ار ال التيست اللي هو الفينال ديزيز ريسيرش لابوراتوري، او نعمل هو الار بي ار اللي احنا حكينا عنهم. اذا طلعوا معي هذول الفحصين بوزيتيف كسكريننج تيست اي منهم، يعني احنا مش لازم الاثنين، نعمل هو فحص اللي هو الفاتا ابس تيست. لكن هذا الفحص زي ما احنا شايفين هو مور اكسبنسيف، اغلى وبياخذ وقت كتير، عشان هيك بنعملش في السكريننج تيست. هو السكريننج تيست معمول بس بالفحوصات اللي هو ار بي ار او الاف دي ار ال. ايش بيختلف الاف دي ار ال على الار بي ار؟ انه هنا في والله فحم بينفعش لعينات السي اس اف قلنا عنها، هنا ما فيش فيه فحم وبينفع لعينات سي اس اف. يعني هذا بينفعش لعينات سي اس اف، هنا بينفع لعينات سي اس اف، تمام؟ هذا ما ينفعش ناخذ معه عينه سي اس اف. وهيك الله يعطيكم العافيه.